أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، معربا عن تقديره للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن. الإعراب عن تقديرنا للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية الكورية والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحة شعبيهما. لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين، واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية، وآلية الحوار بين وزارتي المالية واللجنة التجارية المشتركة، وذلك لأهميتها جميعا في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات.